ريت بقدر أروح. أنا كتير قدسية. كانوا يتجمعوا النسوان قدام البيوت بفلسطين، يجتمعوا ويطرزوا. أنا ما تركت، ما تركونا، تهجرنا بال 48، أنا كان عمري 4 سنين. يستقر ذاك الثوب في السردة، من زمن ما عاد الثوب فستانا فحسب. تركنا على عدة سنين، رحنا وجينا ورحنا وجينا. فكرة الألوان اللي بتكون بالتطريز بتعكس الهوية الفلسطينية اللي أنا بحبها. عندي توب فلسطيني. كل يوم أنا مروحة هيك بهدي السيارة شوي، بتطلع على القدس هيك باخد نفس غميق. هذا تطريز بلدي، يعني هو صار شيء قومي إلي. كانت حياة شوي مثل البدو الرحل. أنا من مواليد القدس، وبعدين عشنا في عمان فترة، وبعدين رحنا على بيروت، وبعدين رحت على تونس، وبعدين رحت على أمريكا، وبعدين رجعت على رام الله وأخيراً.